اسمي فاطمة العلي، عمري 22 سنة، متخرجة من جامعة زايد، تخصص إدارة نظم المعلومات. نسيت في أسرة صغيرة، نحن متكونين بس أنا وأخوي، وأنا أكبر عنه بثلاث سنين. حلمي إنه شوف أستوي يوم أكبر نفس أي طفل، دكتور، مرة مدرسة، مرة مهندس. كل ما الإنسان يكبر كل ما كانت تتغير اهتماماته، تتغير نظرته للدنيا. دخلت في مجال التصوير. أنا من صغيرة أصلاً أتابع الرياضة، خصوصاً الكورة. فيوم سمعت إن في مباراة وأستاذي قال لي بيحضر، أبغى أصور المباراة. فقال لي تعاي وبندخلت. فقلت له كيف ماشي التصريح؟ قال لي بندخلت، أنتي جلست تعاي. صرت عند الملعب، تريت لما طلع لي. قلت له كيف بتدخلني؟ قال لي أنا أخذت بطاقة واحد من المصورين اللي داخل عشان بدخلت. قلت له لا تتكلمين لين ما أنتش داخل. أوكي. يعني أعطاني البطاقة، دخلنا الملعب، الجمهور كله ما حد كان، الكل ملف وصوبي، أنا ما حد كان يطالع المباراة. تواصلت مع واحد من نادي الوحدة فقال لي أنا بطلع لك تصاريح من النادي نفسه. من هذاك اليوم أنا صور حق نادي الوحدة. لمسنا من سنتين ثلاث الأخت فاطمة وهي مجتهدة، كانت تقارع الرجال المصورين، كانت أنا أيضا عجبتني جرأتها إن هي ما كانت يعني تتردد في لقاء مع أي لاعب. الوالدة ما كان عيبنها موضوع التصوير الرياضي، لأن كل شباب موجودين في المجال هذا، ما في بنات داخل المجال. وأبوي بالعكس كان مساندني، وكان حتى قال لي تسير المباراة الفلانية، أقول له قال لي خلاص تسير توكلي وأنا بطلع المباراة في التلفزيون، حتى يمرجع حتى يقول لي إن نتيجة المباراة. أخوي ما يخسني، هو بس كان يوم أسير الملعب كان مرات يجي وياي. وفي البداية في النادي كان في ناس معارضين إن بنت تصور فريق الشباب، كانت تواجه صعوبات، بس هي حبت انها تتحدى كل الصعوبات. انا افتخر ان عندي اخت نفس فاطمة، جريئة يعني، وانها اول بنت دخلت في مجال التصوير الرياضي. افضل انه يكون في تشجيع اكثر حق المواطنين. ونفس الفترة اللي بديت فيها تصوير الرياضة كان في هوكي، اول مباراة لعبناها كان حق عيد الاتحاد في ديسمبر، كان ضد فريق دبي. أول مباراة هوكي تستوي مو بس في الإمارات، مو بس في الخليج، في الوطن العربي كامل. والحمد لله توفقت في المباراة، دخلت جولين، كنت أتنك أول وحدة من المواطنات إنها دخل أجوار في المباراة. الحمد لله أول مسابقة شاركت فيها الدولية كانت في هونغ كونغ، خدنا المركز الثالث. وثاني مسابقة كانت بطولة بانكوك، الحمد لله أخذنا فيها المركز الأول. فاطمة العلي كلاعبة تعتبر من اللاعبات المميزات في النادي، قدامها مستقبل طويل إن شاء الله، مستقبل باين عليه إن عقولتهم مستقبل ذهبي. ما اكتفت أن تكون لاعبة فقط، فاطمة العلي قامت تستوي مدربة تدرب الأطفال عندنا. She practices a lot, which makes her better than all of us. And she's a great friend as well. فريق الهوكي للسيدات أصلاً محصل الدعم الكافي حق إنه يشارك في بطولات أكثر، إنه يلعب مباريات أكثر. فحتى البنات من نفسهم يدورون على رعاية حق الفريق. الفريستايل خبروني تلاقيت مع كذا فريستايلر في ايفنت يا سلام. الاخت فاطمة كونها الفتاة الاماراتية الوحيدة في مجال الفريستايل، هذا بحد ذاته دعم للعبة. هو نوعا ما في الخليج في نوعا ما تشدد من دخول البنت مجال الكرة، وبالاخص مجال الفريستايل. عندي هدف بس أتمنى أنه يتحقق قبل ما أشتغل، أنه أسافر أكثر عدد من الدول وأقابل واحد من لعيبة الهوكي. من كل قلبي أتمنى أني أقابله.
اللي هو ألكسندر أوفتشكن يلعب في أمريكا وهو لاعب روسي. أتمنى أن حتى الشباب يشجعون البنات اللي يدخلون في مجال غير مجالهم عشان يكون في حافز وفي منافسة بيننا وبينهم إذا كانوا يخافون من المنافسة.